متابعين نحن وياكم المشاهدين ضمن برنامج شو عندك، وبيصرنا نستضيف في هذا القسم روزين صعب رئيسة جمعية لتكن مشيئتك. أهلا وسهلا فيك روزين. سلام المسيح ويسعد صباحكم. أول شيء بوجه تحية لتي في تشاريتي اللي حبت تسلط الضوء على عمل جمعيتي وعلى النشاطات الجمعية، هي داعمة من فترة طويلة. نعم. وبس حبيت وجه شكر لكم. شكرا لك كمان على وجودك معنا، ونحن بهمنا انه نضوي اكثر على الجمعية يلي حضرتك اسستيها عام 2008. خبرينا اكثر عن السبب يلي دفعك لتأسس هذه الجمعية وشو اهدافها ودورها. جمعية لتكن مشيئتك هي ثمرة شفائي العجائب بقوة يسوع المسيح وشفاعة قديس سرافها. هالجمعية انطلقت سنة 2008 بعد ما شفيت من أنا بال 2002 صار معي كانسير بالدماغ، وبقدرة يسوع المسيح وبشفاعة قديس سرافها شفيت، وكانت هالثمرة هي جمعية لتكن مشيئتك. كلنا بنعرف انه لتكن مشيئتك هي الصلاه اللي كانت تصليها قديسه رفقة. فشفيعه الجمعيه هي قديسه رفقة، وبمشيئه الرب انا مشيت بهالميسيون. نعم. اذا بدنا نحكي روزين شوي عن الدور يلي بتقوم فيه هذه الجمعيه والنشاطات يلي بتقوموا فيها. جمعيتنا هي جمعيه غير متخصصه، يعني نحن مش متخصصين لفئه معينه من الناس المحتاجه. نحن فاتحين بوابنا لكل انسان بدقه. يعني ما مش متخصصين مع المعوقين او مع الختيارية او مع فئات معينه. كل واحد هو بحاجه لاي شيء بدق الباب وبينال طلبه بقدره ربنا اكيد. فهالجمعيه عملها يومي. بالاضافه للعمل مع السجون، أنا شخصيا مسؤولة من قبل مرشدية السجون عن سجن البترون، لأنه موقعي بالبترون وبهتم بالسجون من فترة 10 سنين كمان. فهالجمعية هي لخدمة كل إنسان محتاج ومهمش ومعوز. يعني دور كثير كبير عندكم اياه، يعني عم تلعبوه بالجمعيه، ان كان توقفوا حد السجون للاشخاص اللي موجوده بالسجون او العجز، يعني كل الفئات، ما في فئه معينه. اذا بدنا نحكي عن النشاطات يلي بتقوموا فيها، يعني كنا عم نحكي انا وياك عن المهرجان، يعني نحن هدفنا نضوي على المهرجان يلي رح يقام السنه ويلي هو مش اول مره يقام. فخبرينا شوي كيف بيكون التحضير والهدف من هذا المهرجان. مهرجان الأغنية المسيحية انطلق سنة اللي انطلقت فيها الجمعية سنة 2008 بصيف 2008. نعم. وكان هدف المهرجان ومن الأساس هو تمجيد الرب يسوع. وكل إنسان عنده موهبة اللحن والصوت الحلو والإداء المميز عنده حيز بهالمهرجان. كل همنا وهدفنا بهالمهرجان إنه نمجد الرب من خلال أصوات مرنمين وجوقات، ومن خلال يمكن ناس عندها تكتب حلو، شعراء، من خلال عازفين. فمثل ما قلت لي كل إنسان بمجد الرب على طريقته مدعو أن يشارك بهالمهرجان. نعم. روزين، لنعرف اكثر المشاهدين على المهرجانات اللي بتحضروها سنويا، رح نستعرض نحن وياك وياهم ريبورت حضره زميلنا نهرة ساسين بيفرجي كل المهرجانات اللي اقيمت من عام 2008 لغايه اخر مهرجان. فرح نشوف مشاهدينا نحن وياكم هذا التقرير ومنعلق عليه من بعده. بسم الاب والابن والروح القدس، اله الواحد، امين. He's so loud and says من كل شر قائم
ومن أنحى الريح الأوجاع شفاء. خليتنا على الأرض في الجمال ساد حبات إطار وأنت اللحم أي وبرعاية صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مهرجان الأغنية المسيحية الخامس 2012. من يوقف إدماني على عشقك يعني وجوه معروفة كتير شفناها بالمهرجانات، قدي هذا الشيء بيساعدك لتوصل الرسالة أكتر لما بيكون في أشخاص يمكن عندهم دور مؤثر على العالم؟ مثل ما شفتي بهالريبورتاج إنه نسعى على طول إن يكون في وجوه معروفة، نعم، ووجوه بالفعل عندها ريبرتوار زاخم وبالترانيم وبتمجيد الله. وأكيد أنا بحب إلفت النظر إنه نسعى مع الوسائل الإعلامية المسموعة والمقروءة إنه نسوق هالمهرجان تنعطي القيمة اللازمة. يعني إذا بتلاحظي على قفل كارت هيدا تبع السنة الماضية، نعم، السنة بعد عم نشتغل عليه، نعم. كل وسائل الإعلام المقروءة، صحف البلد كلهم، نعم، عم نشوف هون كل محطات التلفزيون والإذاعات بيكونوا مقدمين أكيد بيساهموا بإطلاء هالمهرجان عبر أو نشر إعلان بالجريدة أو بالصوت أو على التيفي مثل ما أنتم كمان هلا عم تشجعونا فيه. نعم. فهيدا الشغلة كتير مهمة تقدر يوصل الصوت. نسعى بكل قدراتنا وبكل العطاءات اللي عطينا إياها الرب. نعم. هو اللي بيفتح البواب بالنتيجة، لأنه لو ما في تجاوب من كل العالم إحنا ما بنقدر نقوم بشيء، وأكيد هو الرب الراعي كل شيء. صحيح. نحن نعرف انه كل سنة المهرجان بيكون عنده موضوع معين، والسنة خلي الشعبك، نعم، الموضوع. فاذا بتخبرينا ليه اخترتوا السنة هيدا العنوان بالذات؟ بالحقيقة نحن بلشنا من اول سنة، كل سنة بياخد بالتام معين. اول سنة كان سبحوه بالمزماري والقصارة، نعم، سبحوه بآلات الطرب كل نسمة فلتسبح الرب. رجعنا سنة 2009 رنموا للرب ترنيما جديدا. بال2010 اهتفوا للرب يا جميع الأرض.
وبال 2011 بال 2012 11 غنوا يا ابناء الله، وبال 2012 هون هي موجوده نور المهرجان. نعم، اذا لاحظت كل هالتايم المتخذين من اول ما انطلق المهرجان هو دعاء للجميع لنرنم ونمجد ربنا. السنة بصراحة طالقين صرخة تانية وهي صرخة الخلاص. نعم، خلص شعبك. قديه نحن بحاجة لهالخلاص ببلدنا وبكل العالم. قديه في ضغوطات، مين ما بيطلب الخلاص، مين ما بيتوق بيشتغل انه يتحرر. نحن السنة طلقت اطلاق الصرخة خلص شعبك هي من القلب. نعم. لانه نحن شعب الله صار لزمنا خلاص وما قلنا الله الله يخلصنا. نعم، فلهالسبب اخترنا السنة عنوين خلص شعبك. روزين، اذا بدنا نحكي عن التعامل مع الاشخاص اللي بيكونوا عم بيرنموا وبيكونوا موجودين بكل سنه بالمهرجان، قد ايه بيتحمسوا لما بتحكيهم بتقولي لهم انا السنه بدي اياكم تكونوا موجودين؟ يعني قد ايه هذا الشيء بالنسبه لهم بيساعدهم انه هن كمان يوصلوا رساله؟ كثير كثير بحب التجاوب اللي بيصير من قبل المشاركين واللحفه الحلوه. بس اذا لاحظتي بحب نور جمانة مدور اللي هي عضو شرف بجمعيتنا واللي هي بتنشد نشيد جمعيتنا واللي مقدمت لنا نعم النشيد. جمانة عندها التزام معنا سنويا بهالمهرجان ومشاركة مثل نذر عليها. هيدا الشيء كتير بيفرحني، غير انها صديقة. جمانة اخلاص ووفى للجمعية بالاداء تبعها السنوي. واكيد الكل في عندك كل اللي شفتيه المشاركين شاركوا مرة وعم يرجعوا يشاركوا، مثل مرنم نزار فارس اللي كان له اطلالة باول مهرجان، كان له اطلالة وحده وكان له اطلالة مع جوقة الادبتي. نعم، السنة كمان السنة مين الاشخاص اللي رح يكونوا مشاركين؟ السنة عندي اول يوم جوقة ارزة لبنان وجوقة مال يوسف البترون. نعم، نحن بدنا نقول للمشاهدين انه هذا المهرجان يقام كل سنة بالبترون. بالبترون مجانا اهم شيء. نعم، بحب نور بهالشغلة لانه في عالم بتفرق معهم اذا كان في دفع او لا. نعم، بقى بحب اقول لهم يعني الدخول مجانا والكل مدعو. مجاني والدعوة عامة لكل واحد عنده محبة انه يجي مسجد الرب. نعم، لكن اول يوم قلنا جوقة ارزة لبنان وجوقة مال يوسف البترون، اليوم الثاني المرنم نزار فارس، وثالث يوم المرنم جمانة مدور. لكن ب 26 27 و28 تموز ثلاث ايام رح يقام هيدا المهرجان تحت عنوان خلص شعبك. روزين، في اغراض عم نشوفهم قدامنا على الطاوله، اكيد المشاهدين شافون عم يتساءلوا شو هولي. يعني كنت عم بحكي انا وياك كيف تقدروا تنظموا هيك مهرجان بيتطلب كثير تحضير وكثير جهد واكيد بيتطلب كمان جزء مادي، تكلفه ماديه. فهول القصص اللي عم نشوفهم قدامنا رح تخبرينا عنهم اكثر بيساعدوكم اكثر لتمولوا هذا المهرجان اللي بتحضروه كل سنه. هلا بصراحه هم مش الداعم الاساسي. نعم اكيد، لأنه هو شيء يمكن بسيط باسعار زهيدة جدا. في بحب نوه انه في عنا داعمين للمهرجان ماديا، بوجه الشكر من القلب لشركة كيماويات لبنان. نعم، واكيد في عندي داعمين ثانيين مثل بلدية البترون، وفي داعمين اللي بيقدموا بالمهرجان التحضيرات مثل شركة حنوش كونسبشن اللي بيقدمونا الإضاءة والمسرح لكل سنة من أول إطلاقة المهرجان. أكيد هيدول لو ما موجودين على طريقنا ما فينا نكفي وحدنا، لأنه مثل ما بتعرفوا هيك إيفينمون بدون. نعم، بحاجة لمساعدة ونعم دعم مادي. وأهم شيء إنه ما بنعمل المهرجان ممنوع الدخول على بطاقة. نعم، يعني هو الدخول مجاني. دخول مجاني، بس بحب نوه انه بينبيع تومبولا كمان على اسفل الكارت، بتشوف السبونسر تبع اللي بيقدموا التومبولا اللي بيساعدوا شوي انه نقدر نعمل حركة مدخول للجمعية. مع نعم، انه على طول بحب اقول انه المصروف اكثر من المدخول خصوصا لهيك عمل، بس بقوة الله
ما انا عين وكل شيء ماشي تمام، وكل سنه عم نشوف مهرجان عم بيستقطب جمهور وناس اكثر من السنين الثانيه، يعني كل سنه عم بيتزايد العدد. بشكر الله. بالنسبه لل عم نشوف هون العلب، المنتوجات اللي نحن بنعملهم بالجمعيه، نعم هن شيء كثير بسيط، هن ايات من الانجيل المقدس موجودين بشكل علبه دواء اسمها بيبليون، مثل فيتامينات مقدسه، نعم يقلل من ضغط العمل والضغط العائلي والاحباط النفسي. يعني اذا كل يوم الواحد اخذ ايه بتكون زواده بالنسبه له يوميا. عم نشوف هون الوان، هدول الحبوب الملونه، نعم وفي منهم ثلاث لغات، في عرب فرنسي انجلي، وفي عده احجام. هلا انا جبت هول الاحجام الكبيره لانه ببينوا وبيشوفون المشاهدين أحسن. صحيح. وعم نشوف هون هيدا العلبه روزاريوم. روزاريوم هي كمان دواء ثاني، رح نشوف شو هو. روزاريوم هي روزير، هي مصباحة الورديه، نعم معموله كمان بشكل علبه دواء. اكيد العالم كثير بينبسطوا فيها وكذا، بس مش مهم ينبسط فيها، المهم يخدرهم يستعملهم. هيدا هو الهدف من انه اخترعنا هالافكار هيدي من شان نسوق كلمه ربنا اكثر. نعم لانه بالفعل هو خبز الحياه، انا بسميته خبز الحياه، bread of life، ساندوزي ساندوزي، هو خبز الحياه. يعني يمكن جمله نسحبها يوميا بتكون مثل كانه علامه من الله لنقوم بشيء معين، يعني مش كانه الله عم بيعطينا سين. اكيد اكيد. هلا بدي اقول لك انه كل واحد ببيته عنده الانجيل، مين ما عنده الانجيل، بس خلينا نتساءل مين كل يوم عم بيفتح الانجيل؟ مين كل يوم عم بيقرا بالانجيل؟ مع انه هلا صار في تسهيلات كثيره مع عبر التكنولوجيا، كل واحد بيصلوا الانجيل صار بيقدر اذا عمل سبسكريبشن بسايتات معينه بيصلوا الانجيل اليومي كل يوم. نعم وبيقدر يقري وكذا. بس نحن حبينا يعني فكره كثير حلوه انه مثل الدواء للروح، يعني بنلاقيه بهدول العلب هون. مثل ما قلتي لانه فكرتك وانت يلي صممت الديزاين، بما انك انا اللي صممت الديزاين ومش فكرتي وحدي، في معي صديقتي بالجمعيه بوجه لها تحيه، نعم هي امينه سر الجمعيه ليليان سعاده، كمان هي اللي هي عطيت الفكره وانا نفذت التصميم تبعها. نعم. المشاهدين وين بيقدروا يلاقوا هدول العلب اذا حابين يحصلوا عليها؟ يعني وين موجودين؟ موجودين هدول، بنعمل معرض خلال المهرجان. نعم. نعرض فيه كل منتوجاتنا، في اشياء ثانيه، في مثل مسابح واشياء طقويه كمان بنعملها بالجمعيه. بنعمل معرض وهالمعرض بصير في بيعه. اصلا عندنا ويب سايت وعندنا تليفون اللي بيهمهم. نعم. في عندنا مثلا ايام حركه فرسان وشبيبه وطلاع. نعم. بيتصلوا وبياخذوا منهم. روزين صعب، يعطيكم الف عافيه، وانا بتمنى لك كل التوفيق بالمهرجان اللي راح يقام بتاريخ 26 27 و28 تموز. وعلى امل انه على طول تضلوا بهذا الجهد اللي عم بتقوموا فيه وتستمروا للاعلى. ميرسي كثير. شكرا لك روزين.